أذنكم أنه نرحب برئيس اتحاد الكرة الطايرة المصري دكتور فؤاد عبد السلام اللي هينضم لينا. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. أهلا يا فندم. اتفضل. اتفضل يا دكتور. احنا سعداء جدا بفريق تحت 19 سنه وفريق 23 سنه. بكرر صحيح ان هم ما اخدوش مركز اول او ثاني، انما هم في المجموع عملوا اداء مشرف يقول ان الكره الطايره بتتقدم، وده شيء في حد ذاته مريح وكده يخلي الواحد يتفائل. كنا بنتكلم على قواعد او تغيير قواعد الكره الطايره، قد ايه عملت لكم ربكه المساله دي في فريق 23 سنه؟ في البداية الأول بنشكر الأستاذة منى الشاذلي، أعتقد هما اللي اتدربوا. الأستاذة منى الشاذلي أصبحت من أسرة كرة الطايرة ولها فضل على كرة الطايرة. العفو العفو. وصفرت منتخب مصر للمكسيك تحت 19 سنة، فشاركت شريك متضامن معانا. يمكن احنا الاتحاد الوحيد اللي صفر 7 منتخبات بيلعبوا ويشاركوا في بطولات عالم، ده بخلاف كرة الطائرة الشاطئية. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. فاذا كنا بنكرم النهارده فرقتين عندنا من الفرق المميزة جدا على مستوى العرب والقارة الأفريقية وشرفونا في بطولات العالم، فلابد يكون في تكريم للاستاذه منى الشاذلي. لا العفو. لا كتر خيرك. لا 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 اللي اتكرموا هم الشباب اللي قاموا بالانجاز، واللي ورا الشباب اللي خلوهم يوصلوا للانجاز. احنا دورنا حاجتين، ان احنا نقول ان في ناس هايلة، وانه لما يبقى في مشكلة او معضلة مش بس نسلط عليها الضوء، ان احنا نحاول نساهم في حلها زي ما حصل في الطايرة بنات اللي ساعدنا في ذهاب المكسيك. دلوقتي القواعد اتغيرت في كرة الطايرة، قد ايه ده عمل ربكة في الاتحاد؟ والله هو عمل ربكة، بس احنا استعدينا من بداية فترة الاعداد على التعديلات القانون الجديد. تعديلات القانون الجديد اللي بتظهر للجمهور في الشاشة أو في أرض الملعب، إن بعض بالنسبة للإرسال أو بالنسبة لطريقة اللعب 7 أشواط بدل 5 أو طريقة تغيير الملعب، كل الكلام ده إحنا اتمرنا عليه. لكن في حاجة مهمة جدا إحنا خدنا عليها شهادة من الاتحاد الدولي، وهي ورقة تسجيل السكور شيت. كل الورق اللي في العالم كله من 5 أشواط حد أقصى، دلوقتي النظام من 7 أشواط. فاللي صممها مصريين وبعتناها للاتحاد الدولي وتم اعتمادها، واصبحت هي دي الورقه المعتمده في الاتحاد الدولي مع شكر للاتحاد المصري للكره الطايره. فده انجاز كويس جدا يحسب لينا ان احنا بنشارك في التعديلات للاتحاد الدولي. كمان بالنسبه لتكنولوجيا التحكيم، ما عادش دلوقتي موجود ان احنا نضرب الجرس، لا، في التاب، المدرب معاه واحد والمدرب التاني معاه واحد، الحكم معاه السماعات موجود على العمود بتاع الشبكة، بالنسبة للتغييرات يبقى واضح قدامه، ما يمسكش ورقة زي زمان ويقعد يراجع البوزيشن والكلام دوت. فكل التعديلات دي احنا شاركنا فيها وطورناها، والاتحاد الدولي احنا من 14 دولة المؤسسين للعبة الكرة الطائرة في العالم، فالحمد لله بنفهم. ده كان سنة كام ده؟ 1947. مصر من دول اللي أسست اتحاد الكرة الطايرة في العالم؟ من بالظبط.